بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أعزائي الطلاب، يسعدني أن ألتقي بكم مرة ثانية في درس من دروس قواعد اللغة العربية. عرفنا في الدرس السابق الجامد والمشتق، ثم بعد ذلك بدأنا في دراسة المشتقات في اللغة العربية، وقلنا أن المشتقات كثيرة جدا، ولكن المقرر علينا في هذا العام اسم الفاعل، اسم المفعول، صيغة المبالغة. هذه الثلاثة دروس هي المقررة، ثم إعمال اسم الفاعل. طيب، وعرفنا في الدرس السابق أن اسم الفاعل من يصاغ من مصدر الفعل الثلاثي على زينة فاعل، ولكن هناك تغيير بسيط في الأجوف اللي هو وسط ألف، تقرب الألف إلى همزة نتيجة للإعلال. طيب، لا، وقلنا أنه إذا كان الفعل غير ثلاثي أيضا عملية سهلة جدا، تأتي بالمضارع ثم تقلب الياء إلى ميم مضمومة وتضع كسرة قبل الأخير، استقبل، يستقبل، مستقبل. الآن عزيزي الطالب، نواصل دراستنا في المشتقات. إننا أيضا من هذه المشتقات صيغة المبالغة أو صيغ المبالغة. طيب، لاحظ أننا الفعل مصدره اسم الفاعل، صيغة المبالغة وزنها. عندنا عطف، هذا فعل ثلاثي، المصدر العطف، اسم الفاعل منه كما درسنا عاطف. طيب، إذا كان الشخص هذا كثير العطف نقول في اللغة العربية عطوف. عطوف على وزن فعول. رحم، المصدر الرحمة، اسم الفاعل راحم، الشخص الذي أو من تكثر منه الرحمة يسمى رحيم، يدل على الكثرة. نلاحظ أيضا فعيل، حذر، المصدر الحذر، اسم الفاعل حاذر. ممكن إذا كان إنسان كثير الحذر نقول محذار على وزن مفعال. مشى، المصدر المشي، اسم الفاعل طبعا ماشين أو ماشي، الزول اللي يمشي كثير نقول مشاء على وزن فعال. حذر، الحذر حاذر، ممكن نقول حاذر على وزن فاعل. فنلاحظ نحن هنا حولنا صيغ اسم الفاعل إلى صيغ المبالغة، اللي هو عندما يكثر الفعل أو الحدث، كثرة الحدث والمبالغة فيه يمكن أن تأتي على أوزان مختلفة. من هذه الأوزان فعول، عطف، العطف، عطوف، غفر، ممكن نقول غفور، شكر، شكور، كل هذه ده. أيضا ممكن تأتي على وزن فعيل، رحمة، رحيم، ويمكن أن تأتي على صيغة مفعال، ضحكة، مضحك، كثير الضحك، ويمكن أن تأتي على صيغة فعال، غفر، غفار، مشى، مشاء. تمام، لاحظ أنه هنا قلبنا الياء إلى، قلبت إلى همزة هنا في آخر كلمة، مشى، مشاء، بكى، بكى. طيب، حذر، الحذر، حذر على وزن فعل. إذن تحول صيغة اسم الفاعل للفعل الثلاثي إلى الصيغة الآتية: فعال، غفر، ممكن نقول غفار، ممكن تقول مفعال، محذر، فعول، شكور، فعيل، رحيم، فاعل، فطن، حذر، يقظ على وزن فاعلون. طبعا هنا حذر هذا الماضي، المصدر الحذر، صيغة المبالغة حذر، هذا اسم وهذا فعل ماضي، حذر على وزن فاعل. طيب، للدلالة على شو؟ على المبالغة، وتسمى هذه الصيغ صيغ المبالغة. عزيزي الطالب، ما الفرق بين اسم الفاعل وصيغة المبالغة؟ ذكرنا قلنا اسم الفاعل يدل على الحدث، حدوث الشيء والذي وقع منه أو قام به. طيب، فرق بينه وبين صيغة المبالغة، أيضا تدل على الحدوث وتدل على الذي وقع منه، ولكن الفرق أنه كثرة حدوث الشيء. ولذلك نقول والله هذا شغل، مثلا عندما يكرر الشخص الكذب نقول هذا كاذب، إنسان كرر الكذب نقول كذاب. تمام، يعني يدل على كثرة الكذب. وكذلك إنسان يضحك كثير الضحك نقول ضحاك أو مضحك، على أي واحدة من هذه الأوزان. إذن عزيزي الطالب، صيغ المبالغة لها خمسة أوزان قياسية،
ولا تأتي إلا من الفعل الثلاثي. ولكن هناك حالات شاذة إن شاء الله نتعرض لها في الدرس القادم. نلاحظ أن صيغة المبالغة في اللغة العربية تأتي على خمسة أوزان. هناك أوزان سماعية كرر عليها مثلا زي فعيل من الثلاثي على وزن شريب كثير الشراب، سكير، وهذه من الأوزان التي أضيفت عندنا مثلا الذي يحدث منه الشيء نقول شريب على وزن فعيل وهذه صيغة سماعية، وكذلك سكير وهذه فعيل. ولكن هذه حالات القياسية، هذه حالات نادرة جدا بتأتي من ذلك على هذا وزن فعيل طبعا، ولكن الأوزان الخمسة هي الكثيرة الحدوث تمام. ولكن أيضا لا تأتي من الرباعي، ولكن وردت بعض الصيغ من الرباعي اللي هو مثلا دراب وزن فعال، معطاء كثير من الفعل أعطى، ونذير من الفعل أنذر، ولكن هذه سماعية لا تقاس عليها، ولكن الأوزان القياسية هذه الخمسة أوزان. إذن عزيزي الطالب، صيغ المبالغة الفرق بينها وبين اسم الفاعل أنها تدل على كثرة حدوث الشيء. يعني مثلا نقول مثلا محمد سابق، وعلي سباق. سابق دلت على حدوث الحدث منه اللي هو السباق أو إنسان وقع منه الفعل، ولكن عندما أقول سباق حدث مع الكثرة والمبالغة في الشيء، هذا هو الفرق بينهم، يعني اشتركان في أن كل منها يدل على الحدث والذي وقع منه. لكن صفة الصيغة المبالغة تنفرد في أنها تدل على كثرة حدوث الفعل والمبالغة فيه، هذا هو الفرق. ولها خمس أوزان قياسية. هناك أوزان سماعية ذكرناها اللي هي فعول، فعيل، مفعال، فعال، فعل. هذه الأوزان الخمسة، وهناك سماعية وهي نادر ما تأتي من غير الثلاثي. وردت أربعة أو خمسة اللي هي أربعة طبعا كلمات، معطاء من أعطى، ودراك من أدرك، وكذلك نذير من أنذر، موجودة هذه سماعية. أما بهذه الأوزان بسميها أوزان قياسية، ممكن أن تأتي منها مثلا لعبة، إنسان الذي كثير اللعب نقول لعوب، كذلك كذبة، كذاب، إنسان كثير الحذر نقول محذر، كثير الضحك مضحك، وعلى ذلك. فهذا ما يسمى بصيغ المبالغة، هذه أوزانها، وهي تأتي من الفعل، من مصدر الفعل الثلاثي، وبذلك يأتي اسم الفاعل وتأتي من اسم الفاعل، ولذلك تشترك مع اسم الفاعل في الحدث والذي وقع منه، وتختلف عنه، تنفرد بأنها تدل على كثرة حدوث الشيء. إلى هنا عزيزي الطالب نأتي إلى ختام هذا الدرس، على أمل اللقاء بكم في درس لاحق إن شاء الله، مع الدعاء لكم بالتوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.